السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد العزيز حسن، موقع خدمات ويب. أول حاجة عايزين نعملها، الدرس اللي فات عملنا ال edit comment. طبعا المنظر مش شكله حلو، لأن طبعا كل كومنت هضيفه هيبقى الكومنت موجود وتحتيه ال edit بتاعه، تمام؟ فأنا عايز أخفي ال edit وما يفتحش غير لما أدوس على الزرار بتاع ال edit بتاع الكومنت. عايزين طبعا نظبط الحتة دي بتاعة ال edit task دي. طيب أول حاجة عايزين نعملها، تعال نقول بس هنا الاول فين الزرار بتاع ال edit comments شكله، وده هيبقى remove comment. دي اول حاجه عايزين نظبطها، تمام. تاني حاجه عايزين نخفي الزرار او نخفي ال tr دي، style display none شكله. فلما اعمل refresh دلوقتي المفروض الجزء بتاع الفورم بتاع الابديت ده مبقاش موجود، تمام. المفروض بدأت هعمل انا لما ادوس على الزرار ده يفتح الفورم. طيب تعال نظبط الحته دي. كل علينا هعمل حاجه بسيطه جدا، كود جي كوير صغير جدا. هقول له ان كليك هنا، هقول هنا this دوت كلوست. كلوست اللي هو هات لي الاب بتاعي اللي نوعه تي ار، يعني روح للتي ار دي، تمام. دوت نيكست بالشكل ده، نيكست يعني روح للاب الاول تي ار، بعد كده هات لي النيكست لي اللي هي التي ار دي، تمام. نيكست تي ار، بعد كده دوت توجل توجل سلايد تقريبا. تعال نشوف توجل بس فيها ايه. سلايد توجل بالشكل ده. هعمل ريفرش دلوقتي، المفروض لما ادوس على اي واحده من دول تفتح الفورم بتاعها. اعدل، ادوس ابديت، هتجيبني هنا. طيب انا عايز كل ما اجي ادوس ابديت يجيني هنا بقى، يجيني على المكان بتاع الكومنتس، ما يبقاش فوق هنا. طيب هاجي هنا للكومنت ستريت، انا هنا بعمل ريدايركت على الراوت، تمام. كل عليا ان انا هاجي اقول له هنا روح لي على الاي دي اللي اسمه كومنتس، تمام. وهاجي بالاي دي ده اتاكد ان هو في الاندكس بتاعي في اي دي اسمه كومنتس بالشكل ده، تمام. طيب تعال نشوف، هعمل مثلا هنا ابديت على ده باي شكل كان، والابديت فعلا جابني هنا على الاي دي ده. طيب هعمل نفس الكلام في الديليت، يعني لما يديليت وديني هنا برضو، ولما كريت برضو رجعني لي الحته نفس المكان اللي كنت فيه بالشكل ده. احنا هنا في لا ثواني، المفروض دي كده كده الدنيا مظبوطه، تمام. هنا نفس الكلام، لا كده الدنيا مظبوطه. طيب تعالى نكريت واحد تاني كومنت، جابني فعلا في المكان بتاع الكومنت. واحد تاني، تمام. هدليت، هرجع لنفس المكان تاني، وهكذا. تمام كان كده جميل جدا جدا. طيب في حتة عايزين نظبطها برضو في الحتة بتاعت الفيديوز، هنقفل بقى الكلام ده كله، كلوز اول. هروح على الاب، على اتش تي بي، على الكنترولرز، على الباك اند، على الفيديوز. لو لاحظنا هنا ان الجزء بتاع الابلود الصورة ده احنا مكررينه هنا ومكررينه هنا، هو هو بالظبط. طيب ما تيجي ناخده هنا كات من هنا ونعمل فانكشن، نعمل الكلام ده، تعمل الكلام ده protected function upload image بالشكل ده. كل هتاخده تاخد request وهي تتعامل، وهترتين لما تخلص خلاص return بالimage name بالشكل ده، تمام. هبدا اخد دي كده copy، ابلود غلط، ابلود ايمج، تمام. قول هنا ان الايمج او الفايل نيم هيساوي الزس ابلود ايمج، وهدي الريكوست بتاعي بالشكل ده. نفس الكلام ده هيبقى هنا، هشيل بقى كل الهري ده واحط الكلام ده بس. ف
فكده انا عملت كبسلت الكود بتاعي او شلت الدوبلكيت بتاع الكود بتاعي. طيب تعال نجرب دلوقتي مثلا هابديت اي حاجه من غير ما ابديت الصور بتاعتي. تمام تعال نرفع صوره نابديت صوره. جميل تعال نأد فيديو جديد بقى. حط صورة طبعا. تمام خش نأدت الفيديو الجديد. تمام كده الدنيا مظبوطة 100%. نضيف كومنت يكتب الكومنت نمسح الكومنت نعدل الكومنت كده. اعتقد الداشبورد خلصت. تمام ما فيهاش غير حاجه واحده بس اللي هي الكونتاكت اس. الكونتاكت اس زي ما قلت لكم مش هنعملها دلوقتي, نعملها لما نخلص الويب سايت خالص. تمام فكده اعتقد الداشبورد خلصت بشكل كويس جدا. عايزين بس نبقى السلكت سبورتر نخليها في الاخر خالص مع الكونتاكت اس, لان برضو هي احنا كده يعتبر معانا كل حاجه. يعني لو بصينا على على الوورد فايل بتاعنا السلكت على الفيديوز والكومنتس والكاتيجوريز سكيلز تاجز كل ده معانا دلوقتي. يعني كل ده بنعرف نعمل سيلكتس بس خليها في الاخر مع الكونتاكت اس. دول حاجتين ناقص لنا في الداشبورد. ايه ده بقى الدروس الجايه ان شاء الله نبدا نشتغل في الويب سايت. تمام ونظبط الويب سايت بتاعنا ونشوف هنعمل ايه فيه. اشوفكم من اول الدرس الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.